عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من السودان يقول: في جمعية خيرية عملت فكرة لمسابقة على المشترك دفع مبلغ 100 جنيه، وبعدين يلموا المبلغ ويحملوا للفائز جائزة عمرة له ولشخص آخر يختاره. هذا قمار، وهذه ليست جمعية خيرية، هذه جمعية مقامرة، هذه جمعية مقامرة، لأنه بين غرم وغنم. غارم 100 جنيه ليغنم الجائزة أو لا يغنم الجائزة، ليغنم الجائزة أو لا يغنم الجائزة. فلذلك هذه مقامرة، جزاك الله خير. وقل لهم فعلكم لا يجوز، فإن الميسر حرام، حرم الله الخمر والميسر وبيع الأصنام. هذا الخمر والميسر وبيع الأصنام والقمار لا يجوز. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وخير دعوانا، الحمد لله رب العالمين.